الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بكل ساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. في انجلش كيك النهارده هنعمله ولكن بالزيت، يعني الزبده بلاش زبده، هنشتغل عندنا بالزيت. هنجيب القوالب ديت ونقدر اللي احنا نعمله ونحط في الثلاجه، ممكن نخلص ونقوم شايلينها عاديه جدا، وهتطلع لي الشغل اللي انا عايزه. على فكره تشتغل مره واثنين وثلاثه عادي، يعني ممكن تاخديها وتنضفيها وتشتغلي بيها تاني، لكن هي بتيجي يعني مش غاليه قوي، فممكن تشتغلي هي فيها مره واحده. هنعمل فيها كيك كده وبطريقه سهله وبالزيت وامكانياته بسيطه جدا، يعني ما فيهوش حاجات معقده يعني. وبعد كده هنستخدم له مربى من فوق، مربى بيتراك قدام حضراتكم. هنستخدم التوت الازرق او الفراوله، تستخدم ديت او نستخدم ديت. دي هنبدا نحشي بيها الكيكه، ولما جربناها في الخوخ كنتوا شايفين اصلا الكيكه بتاعت الخوخ كانت عامله ازاي، والمربى كانت داخله جوه الكيكه نفسها متوغله جوه الكيكه، فدي حاجه بتبقى حلوه جدا. هنستنى ايه؟ وفي عندنا النهارده بقى زنجر، وعندنا رز ريزو، وعندنا كورسلو، عندنا النهارده مينيو حلو ان شاء الله. اي اسئله بقى واي استفسارات، ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي. خلينا نشوف عندنا اول حاجه بنبدا نشتغل فيها، اللي انا بظبط الفرن. اول حاجه لازم تكوني مشغله الفرن، طالما هنشتغل في كيك يبقى الفرن لازم يكون بيحقق درجه حراره 170. الفرن اللي عندي عالي شويه فبخليه 160، يعني 160 بالنسبه له ده 170 في العادي. طيب الفرن زي ما اتفقنا بنشغله فوق وتحت والمروحه، ده عشان لما نيجي نشغل للكيك يطلع معانا ان شاء الله الحاجه مظبوطه. وهنشتغل في القوالب ديت، الثلاث قوالب دول اعتقد دول 20 سنتي، يعني دول المقادير هيجوا على قدهم ان شاء الله بالظبط. خلينا نشوف المقادير هتبقى عباره عن ايه. هجيبهم لك هنا كده. يلا استاذ جيمي، 4 عدد بيض اسف، كوبايه من السكر، نص كوبايه من زيت الذره، 2.5 كوبايه من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعندنا شويه فانيليا صغيرين، وعندنا رشه ملح، وفي عندي بقى فروته مسكره اللي هي الفواكه المجففه ديت، ومربى بيتراك. اي بقى حد عايز يضيف اي حشوات مكسرات زي ما حضرتك عايزه. طيب اول حاجه بنروح عندي على العجان، هاخد عندي الحله ونبدا نحط عندنا ال4 عدد بيض. تمام، ادي ال4 عدد بيض. وبعد كده عندنا الكوبايه من السكر، وعندنا شويه فانيليا صغيرين قدام حضراتكم. بعد كده بنقوم حاطينهم ومنزلين ومشغلين على السرعه العاليه. تمام كده، بعد كده هنا بنقوم جايبين عندنا الدقيق اللي هم الكوبايتين ونص من الدقيق، حاطينهم هنا في المنخل. وقلنا المنخل ليه فايدته؟ عشان بيدخل هواء جوه الكيك افضل، وما بيخليش الكيكه بتاعته تبقى مكتومه. فعشان كده المنخل ده بيبقى موجود عندك، يبقى افضل بكتير جدا، وموجود دلوقتي اي محل ادوات منزليه. كانت زمان كانت الحاجات ديت والله ما بتبقاش موجوده الا في اماكن معينه، لكن دلوقتي اي محل ادوات منزليه خش كده وايه وفحري جوه الحاجه، جوه المكان. يعني انا ساعات بخش اقول له ايه عندك قطعه، يقول لي قطعه قطعتي لا ما فيش والله، اقول له امال حضرتك الموجوده دي ايه؟ فهو في حاجات هما بيبقوا حاطينها رفايع، انت اقعد تضلي دوري انت براحتك، هتلاقي حاجات فعلا يعني انت عايزاها كتير، خصوصا المحلات دلوقتي ادوات منزليه بلاقي في عندهم والله حاجات كتير جدا، بس الاسماء بتبقى مختلفه. يعني هما مثلا بيجيبوها باسم، واحنا بنبقى كمهنيين بيبقى حافظينها باسم تاني، فبقى لازم اخش اتفرج، فهتلاقي اللي انت عايزاه. المنخل ده موجود يعني عندهم. هجيب عندي البيكنج باودر قدام حضراتكم، تمام قدام حضراتكم اهوت. ناخد مدام ماجي معانا. الو، ايوه يا محمد، صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟
الحمد لله نشكر ربنا يا رب دايما. بقول لك ايه؟ قولي اتفضلي. اول حاجه عايزه تكلمني لان في حاجات مش هقدر اقولها لك على الهوا. حاضر استك كل من عينيا. وبعدين تايش الوقت العسل الابيض لما اجي احطه في الكيكه هل هي كوبايه العسل هي كوبايه السكر؟ لا طبعا مختلفه تماما. تختلف يعني قد ايه مثلا؟ انت عايزه تعملي كيكه ايه طيب؟ كيكه صيامي عادي. كيكه صيامي عادي، لو هنشتغل مثلا بنفس المقادير اللي انا بشتغلها ديت يبقى هنحط ربع كوبايه بس من العسل، دي هتوازي كوبايه من السكر. ربع كوبايه عسل توازي كوبايه من السكر؟ ربع كوبايه عسل كفايه قوي. اشتغل معاكي زي الفل، حطيها هتشتغل معاكي هتبقى حلوه ان شاء الله، كل سنه وانت طيبه. مع السلامه يا ست الكل. هقلب عندنا الدقيق والبيكنج باودر قدام حضرتك. وبعد كده بنقوم نزيد عندنا بزيت الذره واحده واحده اللي هو نص كوبايه. كلام جميل. طيب الفواكه المجففه بنقوم حاطينها هنا على الدقيق. ونقوم ظابطين المعادله بايه؟ برشه ملح بسيطه جدا. نقلب كده الدقيق، الدقيق بقى جاهز معايا. بنجيب عندنا بقى الكلام الجميل ده هوت القوالب بتاعتنا وابدا ادهن بيها، ادهن زبده او زيت. لازم طبعا ادهنها كويس جدا عشان اعرف ان انا لما اجي اطلع الحاجه تطلع معايا بكل سهوله. نفتح ونبدا ننزل قدام حضراتكم. ونشغل على السرعه الاولى. كده تمام قوي. نشغل اجيبها لك هنا يا جيمي كده اهو. والفرن زي ما اتفقنا بيكون مظبوط على درجة حرارة 170 عشان يفضل يظبط معايا ما بقاش في أي مشكلة خالص. هزود بقى هنا نص كوباية من المية الدافية قدام حضرتك اهيت، نص كوباية بالظبط على المقادير ديت، يبقى نص كوبايه ميه دافيه على المقادير في الاخر خالص. نفس الكوبايه اللي عيرت بيها الزيت بحط نص كوبايه من الميه الدافيه على الكيكه ديت. واوريها لك في الاخر هتبقى عامله ازاي. بس كده. حلو كده، نشيل مضرب السلك. وبعد كده هادي قدام حضراتكم الحاجه، ممكن نحط دي هنا كده. يبقى اربع بيضات، كوبايه سكر، شويه فانيلا صغيرين، نص كوبايه من زيت الذره، كوبايتين ونص من الدقيق، ثلاث ارباع باكو من البيكنج باودر، وعندنا نص كوبايه من الدقيق. ده القوام بتاع الكيكه قدام حضرتك اهيت. وخدت طبعا الفروته المسكره بتاعتنا وبدات تبقى الكيكه بتاعتها القوام بتاعها مظبوط جدا. المايه الدافيه دي لازم، نص كوبايه ميه دافيه ديت تفعل الكيكه بتخليها 10 على 10 بصراحه. هقوم واخد عندي هي دي الكيكه اهيت، ما املاش للاخر بقى تخلي بالك. لا هي هنجيب قلبين ونص دي. انا ممكن اظبطها على بصراحه على اتنين هتطلع معايا ان شاء الله مظبوطه زي الفل. لا هم قلبين اتنين كفايه. يعني كل انت بتتكلمي في كل قالب اتنين عدد بيض يعني. خلاص هي جابت بصراحه اتنين وانا بصراحه شايف الاتنين دول حلوين قوي اهم. هي المقادير على اتنين بالظبط مش ثلاثه. طيب معانا جانا، ازيك؟ معلش يا جانا كلمينا تاني. تمام ما مليتش للاخر بقى، اعملي حسابك اللي هي ايه هترفع في الفرن.
هناخد عندنا مربى فتراك عاملين التوت الفراولة والتوت. انا من عشاق التوت، هاخد عندي شوية كده صغيرين، حطها في كيس كريمة برضو اهي. هو بتاعها كريم الجميل كده اهو في الكيس، بيضغط عليها كده ونغطي على البشوات ديت. خلاص كده تمام، انتوا تمام كده. وبعد كده ناخد عندنا المقص، ونبدا نحقن بقى ايه شويات كده اهي اهو. ماشي، على فكره اي يعني اي طعم من المربى انت عايزاها، انا جبت مربى التوت بتراك واشتغلت بيها، انت اي نوع مربى اشتغلي بيها. بنحقن كده يعني شويه شويه كده، فاهمه ازاي؟ بص اللي طالعه عامله ازاي، ان شاء الله هتطلع في الفرن اوريها لك دلوقتي. بعد ايه؟ بعد ما تطلع انها بتاخد 35 دقيقه ل 40 دقيقه. تمام كده بقت تمام، حقناها بمربى بتراك بطعم التوت. تعالوا نفتح الفرن ويكون محقق درجه الحراره، ده مهم جدا في الكيك عشان يرفع معايا ويظبط معايا. والكيك بيبقى فين؟ في النص. بسم الله اهو، سهل قوي وبسيط جدا. نقفل ونشغل 35 ل 40 دقيقه ان شاء الله هيطلع. انا ما عندناش نسخه منها ديت، ان شاء الله هتطلع الكيكه ديت، هوريها لك على الهوا بعد ما تطلع. ناخد مدام رجاء معانا. الو. ايوه صباح الخير. صباح العسل. ازيك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ والله انا ببقى سعيده جدا اول لما بفتح التلفزيون الاقيك. ده احنا اللي اسعد والله. الله يخليك. الله يخليك ويبارك فيك. انا عايزه قاعده للبيتزا عموما، العجينه بتاعت البيتزا يعني اعملها وانا مغمضه، هي دي البيتزا اللي قال لي عليها الشيف محمد حامد. عينيا والله، حاضر حالا، يلا بينا. ميرسي قوي. بوصل سلامي للدادة بتاعتي، دايما تعملها لي وتقولي مش هقول لك السر. لا قولي للدادة خلاص. هقولها لك دلوقتي. الدادة بتاعتي اسمها انا متلخبط في اسمك، نهى ناجي. نهى ناجي. ايوه ماشي. بوصل لها السلام عن طريقك. هي اكيد سامعانا دلوقتي واحنا بنبعت لها السلام. وتسلم ايديك على كل حاجه. ميرسي جدا يا هانم، شكرا لحضرتك، مع السلامه. طيب سريعا كده نشرح المقادير البيتزا. الموضوع منتهى البساطه، بتعملي لازم خميرها الاول، بتعملي عجينه الاول لوحدها الاول، دي اهم حاجه في الموضوع. عباره عن ايه؟ بتجيبي نص كوبايه او كوبايه ميه دافيه، ميه دافيه ما تبقاش سخنه، ميه دافيه. وبقوم جايب عندي معلقتين خميره فوريه، معلقتين كبار منين؟ خميره فوريه، نص معلقه كبيره من السكر، واقوم اقلبهم مع بعض، واقوم مغطيهم بستريتش حضرتك. بعد كده يا مدام رجاء تقومي ركناهم في جنب. حلو كده اول حاجه. تمام، نقوم جايبين العجان بتاعنا ونقوم حاطين فيه مضرب الهلب، حاطين فيه نص كيلو من الدقيق. ركزي معايا هتطلع والله معاك زي الفل. دقيق مخبوزات، نص كيلو من الدقيق. بقوم جايب عليهم شويه ملح صغيرين، نص او اقل من نص معلقه صغيره من الملح، واقوم حاططها في العجان، ونبدا اللي احنا نعجن العجينه ديت مع بعضها. واقوم حاطط الخميره اللي انا خمرتها لمده نص ساعه ديت، حاططها مع العجينه. واقوم حاطط في الاخر اربع معالق من زيت الذره او زيت الزيتون طبعا، يعني طبعا هو في زيت ذره وزيت زيتون. زيت زيتون، بلاش لبن بودر، انا والله ما له لازمه، هو زيت زيتون يطلع معاكي 10 على 10 العجينه، تطلع معاكي ناعمه ومفتوحه كده وعجينه محترمه. تمام، حطينا اربع معالق زيت زيتون، وتشوفوا الميه محتاجه ميه، بتزودي حوالي كوبايه ميه، بتزودي كوبايه ميه وتبداي ان انت تعجنيها مع اربع معالق من زيت الزيتون، تطلع معاكي عجينه مفتوحه وزي الفل. تبداي تاخديها وتكوريها، النص كيلو ده ممكن يجيب لك اربع صواني 24، تعمليها على اربع كرات وتقومي مريحاها. بعد كده تقومي واخداها فرداها في الصينيه وتسيبيها تخمر تاني في الصينيه، وبعد كده تعملي لها العلامات اللي بايدك، تحددي الحروف بتاعتها وتحشيها وتدخلي الفرن. ان شاء الله تطلع معاكي زي الفل باذن الله. هنطلع فاصل كده صغير، وبعد الفاصل نبدا نخش بقى على الريزو. بعد الفاصل.
رينج الشيك شغال اهوت بيرفع معايا واحده واحده كده، هنجيبه ان شاء الله ونظبط مع بعض. ريزو في مكونات كتير، هنشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي. خلينا نتبل الفراخ الاول. هجيب عندي صدور الفراخ، وبعد كده اهوت نبدا ان احنا نقسمها كده شرايح زي ما حضراتكم كده شايفين. حلو قوي، اخد الموزه دي كده، وبعد كده نقوم قاسمين دي على اتنين. كلام جميل، او هو يقطعها لك. للطول زي ما حضراتكم كده شايفين، نقوم واخدين اخر واحده برضو اهي. الموزه دي نقوم واخدينها كده ونقوم حاطينها هنا، والسدر نقوم قاسمينه على اتنين. وبعد كده نقوم رايحين فين؟ عاملين التتبيله اللي احنا هنعملها للفراخ. اول حاجه ادي البوله، الهوت صوص ده حضرتك بتحطيه لو عايزه الحاجه سبايسي شويه كده، حلوين. توم باودر، البصل باودر، شويه من البهارات الفراخ، وشويه بابريكا. كلام جميل، كلام جميل. اديها ملح، ونديها شويه فلفل. ماشي، دي التتبيله. واقوم شويه لبن صغيرين قوي، حوالي ايه ربع كوبايه لبن بس. اللي عايز يحط لبن رايب يحط لبن رايب، مفيش مشكله، انا بحط لبن عادي. انا بشتغل بربع كوبايه لبن عادي، بتبقى زي الفل معايا. واقلب الخلطه دي كده كلها مع بعضها، وهوب نقوم واخدين عندنا الفراخ اللي احنا لازم نحطها في ملح وليمون، ونغسلها من الزفاره كويس جدا. وبعد كده نبدا ناخدها ونحطها فين؟ نقطعها شرايح ونحطها في التتبيله اللي قدام حضراتكم دي. وبعد كده بنقوم واخدين عندنا المعلقه اللي هنقلبها كده، وساعتين بقى، ثلاث ساعات كده في الفريزر يا سعاده الباشا، لحد ما يبداوا ايه يتظبطوا معايا الاداء. ونقوم حاطين جنبهم هنا ايه؟ الدقيق اللي هنحط عليه برضو شويه صغيرين من الثوم الباودر والبصل الباودر، وشويه بابريكا صغيرين. ده كلام جميل، وشويه من البهارات، واكيد طبعا هناخد شويه ملح قدام حضراتكم. وبعد كده نبدا ان احنا نقلبهم، نقلب مع بعض الدقيق اللي احنا نبدا نحط فيه الايه الفراخ، ولكن مش دلوقتي طبعا، بعد ما الفراخ تاخد التتبيله بتاعتها التمام. يبقى كده دول ايه اول حاجتين اتنين عملناهم وركناهم كده جانبا. اللي عايز زي ما اتفقنا يحط لبن رايب يضيف لبن رايب. ناخد ام مي معانا. الو الو، ازيك يا ام مي؟ الحمد لله، ازيك يا محمد؟ اهلا بحضرتك، حضرتك منور، ربنا يخليك، ده منوره بوجودك. انا شيف محمد بحب اقول لك مبروك على المطعم. الله يخليك يا ست كل، الديكور الجديد بتاع حضرتك. الله يخليك يا فندم، اشكرك. وبس ممكن اعمل انذاق لاختي بس عشان كان عيد ميلادها 13/8 امبارح. طبعا بكل سرور والله، ويعني كل سنه وهي طيبه، وكلنا هنا من اسره برنامج المطعم بنقول لها كل سنه وهي طيبه. بقول لها كل سنه وانت طيبه يا اختي يا ميرفت. ربنا يخليكم لبعض، شكرا لحضرتك جدا. تعال نشوف عندنا الرز بقى اللي هنعمله ازاي. هجيب حلة كيتشن نوفا نحطها عندي على النار، ونقوم ايه معلين عندنا النار عليها. شوية زيت. معلقة زبدة. والرز طبعا بجيبه الرز المصري، بنبدا ناخده ونغسله كويس جدا، ننقعه خمس دقائق، وبعد كده نبدا نصفيه عندنا من الميه. كلام جميل. اخد عندنا البصله
ونبدأ نحطها هنا. يا أم عبد الله ازيك؟ ازيك انت؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. انا راح اول مره كده اتصل بالتلفزيون، بس ده كان احترام وتشكيري كبير ليك جدا. ربنا يخليك يا استاذ عبد الله. كنت في قناه الفلاحين لغايه ما رحت على قناه نور الدنيا لغايه ما وصلت الله يخليك للمرحله دي صراحه. الله يخليك ويبارك فيك. الله يخليك يا استاذ الكل والله. تسلمي. اول مره كده الصراحه ما اتصل باي قناه. يسلم اصلك. الله يحفظك يا استاذ الكل. انا قلت لازم خلاص، انا كل يوم بشوفه مش بكلم التليفون، لازم النهارده أشكرك كتير خالص. أنا اللي بشكر كل السنوية والله. جدا للشباب المصريين المكافحين. الله يخليك ويبارك فيك يا ست الكل. شكرا يا أم عبد الله. سلامي بقى والنبي. بحب الطبخ وبحب المطبخ. لكل عايزك بقى تسلمينا على كل حبايبك في شمال سينا. كل الحبايب. إحنا لنا هناك ناس يعني كتير جدا جدا، فأنا والله مش هقدر أذكر أسماء عشان في ناس كتير هتزعل، ولكن سلامي للناس كلها هناك. شكرا لحضرتك جدا يا أم عبد الله. ربنا يبارك لك يا رب. حتى كده رايحين لكم ان شاء الله، جايينكم في شهر 10 كده، عاملين حاجه كده هناك ان شاء الله، يمكن الصدفه تبقى جميله ونقابل ام عبد الله هناك. البصل والزبده بنبدا ان احنا نحطها كده اهوت، وايه ونشوحها كويس جدا. والرز قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين، اقوم واخد عندي مكعب المرق، ربع مكعب مرق. لو عايز تضيفيه ضيفيه، مش عايز تضيفيه خلاص. فاهم ازاي؟ حاجه بترجع لحضرتك يعني. طيب في عندنا كركم وفي عندنا كاري وفي عندنا نص معلقه من السكر. تعالوا نعمل الصوص بقى اللي احنا هنقدمه على الفراخ من فوق. تعالوا نجيب حله كيتش نوفا اللي هي الصغيره دي نعمل فيها الصوص، ولا نجيب انا عايز ابينها لك والله يا صاحبي بصراحه. ثواني بقى هضرب واتس كده في الديكور ده. هنا البصلايه. مش بعمل رز صيادية، انا بدبل بس البصلايه. نص مكعب المرق مع شويه الزبده والزيت، وبعد كده نقوم مدينها ايه. ده انت حطيت الصوص، ما لسه هشتغل فيه دلوقتي يا جيم، معلش انا اللي استعجلته. شويه كركم صغيرين، شويه كركم صغيرين، وبعد كده شويه من الكاري. كلام جميل قوي. وبعد كده ناخد عندنا الملح. التحميصه بتاعت البصلايه مع الكاري والكركم بيعملوا شغل عالي قوي. ايوه بقى هو ده والله. التحميصه بتاعت البصل مع الكركم والكاري بيعملوا شغل بصراحه عالي جدا 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 قدام حضراتكم هم ان شاء الله يعني. ريحتهم تمام كده. ابدا كده يا جيمي، قوم واخد. هبدا ان انا انزل عندنا بالرز اهو قدام حضراتكم. الرز المصري حيانا حطينا الملح بقى، بنظبط الملح ونبدا ان احنا نقلب بالظبط كده اهوت. ابدا ان انا اقلب البصلايه بقى مع الكركم مع كل حاجه عشان يطلع كده مفلفل وحلو. ما نستعجلش على الرز، بص ايه افضل اقلبي كده يعني ايه بحوالي دقيقتين كده ولا حاجه ماشي. انا بس مش عايز ان انا تمل انت مني على الهوا وافضل الدقيقتين دول افضل اقلب، لكن انت في البيت انت افضلي اقلبي كده اهوت، النار شغاله متوسطه وانت افضلي اقلبي كده عشان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه يعني وتطلع مفلفله كده وحاجه حلوه. ناخد عندنا الايه الميه السخنه. نقوم حطينا هنا كده.
يا سلام يا سلام. الملح نظبط الملح، شوف الملح اخباره ايه، عايزه طبعا ملح. بص يا حاج بقى عشان الموضوع ده حلو قوي، لا بجد يعني، بص نص معلقه صغيره من السكر ايوه على الرز عشان بيطلعه في حته تانية خالص، النص معلقه الصغيره دي بتعمل شغل حلو قوي. نشوف الملح معلقه تانية يعني، ممتاز. نقفل لحد ما يبدا اللي هو يكمل التسويه بتاعته ونبدا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. طيب الزيت شغال، حط دي مكانها، مكان يبقى نضيف اول باول عشان الحاجه تطلع معايا شكلها حلو. اللهم صل على النبي بقى، ده حاجه ده فلالي قوي، انجلش كيك اهوت، بس مش هينفع افتح عليه، وطبعا الحاجات كلها عاليه فمش هينفع ان انا اقدركم معايا بقى. ماشي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. ده ننزل مقادير الصوص اللي هنحطه على الفراخ من فوق، يبقى الرز عملناه، فراخ تبلناها، الدقيق جاهز، هي اكله لطيفه، اكله حلوه، يعني في الاخر هتاكلي اكله جميله جدا. الصوص بقى اللي بيتحط صوص الريزو من فوق، ننزل المقادير بتاعته. بحط كاتشب قدام حضرتك، معلقه كبيره من الصويا صوص، معلقه صغيره كبيره من العسل، معلقه كبيره من الخل، بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وشويه ملح. فاول حاجه بجيب عند الكازرول اللي عندي عشان بس كانت سخنه شويه، فهديها شويه ميه. اقوم حاطط عند الكاتشب زي ما حضراتكم كده شايفين. بعد كده بقوم جايب عندي مضرب سلك صغنطوط كده حلو، ورايحين واخدين الكلام دهوت كده هنا على النار، ومع الكاتشب كده بقوم حاطط عندي معلقه صغيره من الصويا صوص، معلقه عسل ابيض، شويه بابريكا، عندنا الثوم الباودر وشوية البصل الباودر برضو، ومعلقة خل صغيرة. ده الصوص اللي هيتحط ايه على الفراخ من فوق. الله على الجمال. بص بقى، بص بص اللي جاي ده، عشان اللي جاي دي القنبلة بقى، بقوم واخد عندي معلقة صغيرة كده من الزبدة ونقوم حاطينا هنا، ده بيديله لمعة حلوة جدا وبيقلل القوام بتاعه كمان جامد جدا، والنار بتكون هادية. مزيكا مزيكا. بص يا جيمي بقى الحلاوه اهو، ده الصوص قدام حضراتكم، بطفى عليه بقى خالص، ومعلقه الزبده دي زي ما قلت لك في الاخر بتعمل شغل حلو جدا. ادي اهو، بص اصلا عامل ازاي مروار ازاي وزي الفل. ده اللي هيبدا احطه هنا جنب الرز، يبقى انا كده تمام التمام. قبل ما اطلع فاصل اعمل حاجه بسيطه، نعمل تيست كده للفراخ اللي زي ما اتفقنا، اول حاجه اصلا انت بتتبليها يعني. ومعانا ام عبد الرحمن. الو يا ام عبد الرحمن. الو الو، السلام عليكم. ايوه ام عبد الرحمن سامعك. الو، معلش يا ام عبد الرحمن كلمينا تاني. نعمل كده اختبار كده يا جيمي كده على اتنين، نحطهم في الدقيق اهو اهو، نقلب كده. بص لازم تضغطي كده بالدقيق على الحاجه، بص كده تطلع لك الحاجه عشان تكرمش معاك الدقيق، وفي نفس الوقت بثبت الدقيق جوه الحاجه. بصي زي ما انا بعمل كده بالظبط تشتغلي اهو. بص تاخدي الحاجه كده اهو، تقومي حطها كده، لما تيجي تعملها كده بص بتطلع ازاي يا عم جيمي اهو. حلو، نعمل تاني ولا تحط ميه ساقعه ولا اي حاجه؟ هتشوفي دلوقتي، بس يعني الفكره بص كده تضغطي كده اهو كده، وبعد كده تقومي مطلعه
البشوات دول كده وتقومي حطاهم هنا. طيب لو انت قربت بالكاميرا هنا عليهم هتلاقي اهو زي ما انتم شايفين طبقه البريدنج باينه اللي هي اللي قدام حضراتكم عامله ازاي. طيب هنجرب تاني اهو، ناخد اربعه مع بعض ماشي، ونقوم حاطينهم هنا في الدقيق، اربع واحد او خمس واحد كده نقوم حاطينهم في الدقيق، والدقيق كده بصي واكبس بايديا كده اهو. اهو كده ماشي سعادة الباشا، نقوم شايلين كده اهو ونقوم حاطين كده على الطبق، ولازم تطلع من الايه من الدقيق على فين على فين على الزيت على طول. يا ام عمر الو. ام امل ازيك يا شيف محمد؟ ام امل ازي حضرتك يا ام امل؟ ازي الصحة الله يخليك. الله يديك الصحة. عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا رب. احنا من متغمر بلدانك يا شيف محمد. الله الله الله، منين من متغمر بقى؟ ايه؟ منين من متغمر؟ متغمر نفسها والله. وش البلد ولا فين؟ قولي لي. لا احنا عند رنين. لا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازيك؟ احسن ناس والله. احنا بنعزك جدا والله. انا اللي بحبكم، انت اهلي وناسي. ربنا يخليك. احلى متغمر، وتحياتي لكل متغمر كلها والله. ربنا يخليك ويبارك فيك. الله يكرمك. انا بقالي ساعه من اول حضرتك ما بدات الحلقه وانا معاك والله. معلش والله احنا اسفين جدا، يا شروق يا السبب. لا لا مفيش مشكله خالص، كله خطر. الله يخليك. يا رب. الله يخليك يا ستر الكل، تسلمي. من ايديك وتسلم وقفتك. الله يخليك، شكرا. احنا بنحبك جدا والله. اخبار الكوبا الغمراوي ايه؟ لا ده جميله جدا، انا بعملها حلو قوي على فكره. طب بتعملها كل قد ايه بقى؟ كل خميس صح؟ نعم كل خميس، وفي الافراح دي لازم. ايوه ايوه اساسي. ماشي يا ست الكل، ربنا يبارك لك ويبارك ويحفظك ويبارك لك في اولادك. شكرا يا استاذ مؤيمن، الله يخليك يا استاذ مؤيمن يا غاليه، الله يحفظك. ام امل اسف، شكرا ليك. الاسم بيعلق كده. يلا يا باشا هاخد الفراخ ديت، ونحن بنحطها في الزيت كده هو، نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نواصل. يلا بينا. على القرمشه حلوه الكلام، حطها هنا كده بقى قدام حضراتكم اهيت، ولا كلمه ان شاء الله يعني لون وشكل وطعم ان شاء الله برده هتلاقيه عالمي، اكيد الطعم واصل لكم يعني. اهي من جوه كمان نفتح واحده كده وهي مقرمشه كده وحاجه حلوه كده، بص 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 الجمال اهو ما شاء الله. اوبا اوبا، ولا حطيت نشا ولا اي حاجه خالص، هي كده زي الفل يعني. انا نحط الباقي بقى كده اهو، بلاش نحط كميه كتير عشان ايه الحاجه ما تطلع معايا مظبوطه يعني. انجلش ايه ده بيزغرط والله. نيجي نعمل اختبار كده عليه لو فيه. يلا يا حاج جيمي، عايزين بس خله كبيره واحده بس نشوف ما انا مش عارف ادور بقى لسه، ادور درج مغاره جوه. الله 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 الله، اوبا اوبا بقى، بصي ما شاء الله اللي بالزيت زي ما قال الكتاب، حاجه محترمه جدا. بص عامل ازاي، ده ايه المربى متخلله جوه الحاجه. يلا هاتي يا مد، اهدي فيها اهدي فيها. ده جيمي ما تخافش، جيمي محترم يعني مش هيزعل. بص يا باشا اهو، اكتر مكان ما بيوصلش فيه الحراره فين في الكيك؟ اكيد مش هنا، في النص هنا. ايوه فمن هنا اهو، بص اوعى على النظافه والخله ما بتكدبش. طلع يا باشا احنا كده تمام التمام. ان شاء الله يعني طلع حاجة حلوة جدا، بص شكله عامل ازاي اصلا قمر يعني. الله عليك يا استاذ.
يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعيده قوي ان احنا بنكلم حضرتك يا فندم. ده السعاده لينا والله. انا اول مره اتكلم على فكره. اهلا بيكي على دماغنا. شكرا. الله يخليك. اتفضلي لو ليكي اي سؤال تحت امرك. عايز اعرف طريقه تخليل الزيتون. انا عملته بس عايز اعرف عملت صح ولا لا. انت عملتي انهي نوع زيتون؟ تفاحي ولا الكبير ده العزيزي؟ مش عارف. ما الاخضر الكبير ده التفاحي. اه هو ده. ماشي اوكي حاضر. هقول لك على الطريقه بتاعته. يعني سهله جدا، واهم حاجه لو هو شغال زي ما هو ما تجيش ناحيته بقى خلاص. يعني هو سيبيه زي ما هو، وحطيتي المحلول الملحي وحطينا الهريسه اللي احنا عملناها، الفلفل الحامي مع الفلفل الالوان مع الثوم مع زيت شويه زيت زيتون مع الملح الخشن مع الميه، كل الكلام ده مع بعض. ويا سلام لو شرايح ليمون كمان عليه من فوق يبقى زي الفل. وتبنيه المحلول الملحي وتسيبيه. وفي ناس بتعمله بتفدغه، يعني بتاخده وتبدا اللي هي تضغط عليه يعني تفتحه بعد طبعا ما يتنقع الاول، لازم يتنقع الاول، تفتحيه وتنقعيه عشان يطلع المراره اللي فيه، وتغيري الميه عليه كذا مره، وبعد كده بتحطي له الهريسه والمحلول الملحي وشرايح الليمون، هيطلع معاك ان شاء الله مظبوط وزي الفل. فهو انت لو عملتيه خلاص، هو اصلا مش الموسم بتاعه، بس طالما عملتيه خلاص سيبيه زي ما هو. الكروسلو طبعا بتعتمد على الكرنبايه. بلاش اخد الورق الاخضر ده هوت اللي فوق. دي الكفايه قوي، والباقي هغطيها بستريتش وادخلها عندنا الفرن الثلاجه. اسف فرن ايه كده. كده 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 ماشي. وبعد كده ممكن ناخد واحده واحده. ماشي، انا عرفت انا قطعت ازاي طولا، وبعد كده بناخده عرضا. وناخد الاستاذه فاطمه. الو. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يخليكي. كنت عايزه اعمل لاختي عيد ميلادها الشهر اللي جاي، كنت عايزه اعمل لها جاتو، فعايزه الطريقه اعملها ازاي؟ الجاتو حاضر من عينيا الاثنين. حاضر، هتعمله لها في البيت يعني ان شاء الله صح؟ حاضر. ايه؟ حاضر، هقول لك على طريقه ان شاء الله. لو حاضر. انا هعمل لها عيد ميلاد في البيت. طيب انا اوعدك ان شاء الله الشهر الجاي، طالما الشهر الجاي يبقى الاسبوع الجاي بنوعد حضرتك ان نعمل حلقه جاتو. حلو كده؟ تمام ماشي. حلو كده. هنعملها لك تعليميا ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك يا مدام فاطمه، وكل سنه وهي طيبه. بصي، سلطه الكرنب دي ما تتاكلش في ساعتها، لازم تتحط في الثلاجه، ولازم تقطعيها رفيع زي اللي قدام حضرتك ديت، تبقى رفيعه جدا. وبلاش العروق التخينه تقطعيها، يعني اول ما تلاقي في عروق تخينه اهي دي بلاش، دي مش عايزها عشان ما تعضش تحت درسنا وتبقى مش حلوه. طالما مسكت السكينه بميل وصابع جايه كده انسي، يعني فاهمه ازاي؟ طالما كده بصي انا مش عاملها كده، هعملها كده. فطالما معموله كده ودي صوابع ديت كده مش كده، لان لو كده صباح الفل هنروح فيها خلاص. فلازم كده اهو قدام حضراتكم اهو. وهي في الاول وفي الاخر ماسكه السكينه، قلت لك قبل كده هي ممارسه تعليميه، فيها حاجات تعليميه كتير، ولكن هي هو التمرس مش اكتر. بتشوفي شيفات كتير قوي بيقطعوا واحنا بنعملها واحنا مش شايفين ومغمضين، والموضوع بيبقى سهل خلاص، بيبقى عارف قطعت السكينه فين وراحه فين، حتى لو هي حاميه. بالمناسبه لو اشتغل بسكينه بارده تعوره. طيب هناخد عندنا الكرنب الابيض. نجيب حته كمان يا جيمي كده نقطعها، معلش كمان يا ساجده. الو. الو، ازيك يا استاذه ساجده؟ ازيك يا شيف محمد؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، تسلم ايدك على كل حاجه بتقدمها لنا والله. الله يخليك يا ست الكل، مشكورك. ربنا يختم ما بين ايدك يا رب. اللهم امين يا رب، تسلمي. نشوفك دايما كده باحسن حال. الله يخليك يا ست الكل. انا استاذنك بس بناتي الصغيرين عايزين يكلموك. طبعا، اسمهم ايه؟ ساجده وكنزي. عايزه اقول لك ساجده من عمر سنتين بتتفرج عليك. اه ما شاء الله يا ساجده. اه والله.
اهي هي معاك اهي. اهلا. ازيك يا ساجده؟ عيني. ايه الحلاوه دي؟ كويس. انا كويس يا حبيبتي، ما انت كويسه. انت كويس قوي؟ انا كويس جدا، انتوا عشان انا كلمتك. انا بحبك قوي. انت عندك كام سنه؟ عندي 6. ما شاء الله قمر، ربنا يخليكي لبابا وماما وسلمين على اخواتك. ماشي، خد اختي. ماشي، اسمها ايه؟ الو. ازيك يا حبيبتي؟ ايه القمر ده؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انتوا توأم ولا ايه؟ في البيت. انتوا في البيت؟ تمام ماشي. احنا عشان في البيت. انتوا عندك كام سنة؟ عندك كام سنة؟ عندي 10. 10 ما شاء الله، ربنا يبارك يا حبيبي. عندي 4. انا قلت برضو 10. الصوت ده لا اصغر. ماشي يا حبيبتي. لا انت 4 سنين، ما تكبريش نفسك بقى. يلا استعجلي على ايه؟ استعجلي تكبري ليه؟ انا بتضايق قوي لما الاطفال بتكبر بصراحه، انا واحد من الناس بحب الاطفال، نفسي يفضلوا زي ما هم كده اطفال. لكن هي سنه الحياه بقى. الاطفال جمال. بص الفراخ الزنجر يا جماعه والله طلعوا حاجه ما شاء الله، يعني ما شاء الله. هطفي الزيت. لا نصف الزيت ايه ده، لسه فيه. طب ما شاء الله، ده 3 صدور فراخ عاملين انتاج رهيب اهو. لو احنا بصينا هنا يا جيمي بقى على الرز الريزو، بص هنا عامل ازاي، ولا قلبت ولا اي حاجه، انا ما قلبتش حاجه، زي ما هو كده اهو قدام حضراتكم اهوت. خلاص كده بقى ايه، بص بص الجمال، بص كده يا باشا اهو، ادي قدام حضراتكم ادي الرز الريزو اللي واخد عندنا شويه سكر صغيرين ومتشوح مع بصلايه وشويه كركم وشويه كاري، وهوريكي كمان ان الحلل كيتش نوفا عامله شغل عالي. انا هقلب لك الحله من تحت وتشوفي قد ايه هي في تسويه الرز محترمه. ده الطقم وجماله قدام حضراتكم، قدام بغطاء استلس عشان يبقى عملي، والايدين اللي استلس ديت ما بيجيلهاش عليها النار خالص، يعني ما بتسخنش وتفضل بارده زي ما هي، فمش محتاجه شيالات معاكي، تقدري تاخديها من عن طريق الكيو ار كود قدام حضرتك. ودي الكيتش نوفا، ماركه كيتش نوفا يا جماعه، ماركه الحلل اللي هي اثبتت حرفيا وجودها في السوق المصري الحقيقه. يعني الحمد لله الناس كلها اللي جابت الموضوع ده كل الناس بتشكر فيها قوي قوي. يعني هنا طبعا بقوم حاطط عندي الكرنب، قطعناه مكعبات صغيره. خلاص كده تمام كده، عشان هنبدا على طول قبل ما اطلع فاصل. حاضر. الجزر، الجزر ده هوت، انا بس مالاش كتير جزر كتير، عشان الجزر بصراحه بيوديها في حته تانيه لو كتر، خلي بالك لو بقى كتير. بعد ما بشوره كده هو اقطعه كده صغير، وقلت لك بلاش يعني، دي جزرايه صغيره. تعالوا بقى نعمل عندنا الصوص اللي احنا نبدا نشتغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. البولات راحت فينا يا شباب. بصي انا ممكن اشتغل في ده، ده انا كان بيبقى زحمه البولات عندي يا جيمي هنا. اقول يا جماعه ايه كميه البولات دي؟ بس انا استخدمت النهارده بولات كتير اصلا. أنا استخدمت بولات كتير. الله إن شاء الله. بص جبنة كريمي، جربيها بس، معلقتين اتنين من الجبنة الكريمي. كلام جميل، ده كلام محترم قوي. مايونيز كوباية، شوفي بس الصوص ده إيه وادعي لي. علبة زبادي آسف صغيرة، علبة زبادي صغيرة. وبعد كده بقوم واخد عندي توم باودر، وعندنا بصل باودر صغير، واحلى حاجه ليها معلقه عسل ابيض. الله الله عشجد بقى، معلقه عسل ابيض. وبعد كده شويه ملح صغيرين. هقوم واخد الباشا ديت كده ومقلبينها مع بعض
تمام والله تسلم ايدك. انا تمام. اقلبها. اهم حاجه يعني الله حلو قوي. اهو. لا مش يوم يعني مش درجه يوم بس على الاقل خالص يعني نحطها كده ايه ساعتين اتنين او ثلاث ساعات في الثلاجه هتبقى افضل بكتير. هناخد البشا دي كده ونقوم حاطينها هنا. ادي الصوص يا عمو جيمي قدامك كده اهوت. الله 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 على طعمه. دي حته كده في ايديا كده فكلتها طلعت حلوه قوي الحمد لله. نقلب وزي ما اتفقنا يوم ساعتين اسف في الثلاجه وبعد كده هنبدا ان احنا نقدمه مع بعض. يلا فاصل كده صغير وتعالوا نشوف بقى التقديم ده هيبقى عامل ازاي بعد الفاصل. يلا بينا. خلص بس واتكلم. بس يعني اكيد سمعتوا القرمشه عامله ازاي. يلا بقى الصوص بقى يا جيمي. هنستمتع بامانه والله ممتع بامانه يعني حاجه ان شاء الله تعمليها. يعني بصراحه بص ما شاء الله عامله ازاي. ان شاء الله تعملوها وتستمتعوا بها جدا. وهنا تمام كده هنقوم حاطين دي كده لوحده كده برضو. احنا اصلا خلصنا. انا عايز بس اعمل لك حاجه افتح لك الانجليش كيك اللي احنا عملناه على الهوا. هو عملناه بمربى بيتراك. تعالوا نجيب عندنا ترانش كده اهو او سكينه مشرشره كده. منتهى السهوله. بص هو اللي اهو قدام حضرتك يعني منتهى السهوله اهو بيتشال كده سهل. حد ده يشتغل بيه تاني والله. هنفتح كده اتنين اهو. بص بقى من جوه عامل ازاي. اللهم صل على النبي. ايه رايك في المربى بقى؟ انا مش هتكلم بقى. بص المربى عامله ازاي في شغل ازاي من هنا. حاجه حلوه قوي وتخليه لك طاري كده وحاجه جميله جدا يعني. ناخد كده ديت
وننهي حلقتنا اللي اتمنى ان شاء الله الحلقه تنال اعجابكم. وشكرا لاتصالاتكم الجميله اللي بتدي دفعه الواحد كده وبصراحه للبرنامج، وبنخلينا بفضل الله نحاول نطلع لكم احلى ما عندنا ان شاء الله. اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج المطعم، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.